مثلت الأغاني رفيق درب للمصريين خلال ثورتهم في 25 من يناير 2011، كذلك في 30 من يونيو 2013. هذا التقرير يستعرض مزيدا من هذه الأغاني ومزيدا من هذه المناسبات. يا بلادي يا بلادي أنا بحبك، يا بلادي يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي. في كل شارع في بلادي صوت الحرية بينادي. في فرحهم يغنون وفي حزنهم أيضا يغنون، هكذا هو حال المصريين. فما بالك بأوقات الثورات، تلك الأوقات التي ألهبت حماسهم وجعلتهم على يقين أن صوتهم أصبح مسموع. لتأتي الأغاني وتشكل موسيقى تصويرية لوصف حزنهم على من فارقوا الحياة في سبيل الحرية، وفرحهم بنجاح ثوراتهم في 25 من يناير والثلاثين من يونيو. أغاني عدة لاقت صدى لدى المصريين في ثورة 25 من يناير 2011، وكانت انطلاقة شرارة الأغاني عبر محمد منير بأغنية إزاي ترضي لحبيبتي. إزاي ترضي لحبيبتي أطمع شق اسمك وانتي عمالة تزيدي في حيرتي وما انتش حاسة بطبيبتي إزاي. وتمر السنون وتقف مصر على أعتاب مرحلة فارقة في عام 2013، لتكمل الأغاني مسيرتها في التعبير عن مشاعر المصريين آنذاك، والتي غلب عليها الحزن في فترة ظن البعض أن البلاد تدخل إلى نفق مظلم. فكانت أغنية يا مصريين لأمال ماهر مصدر إلهام لروح يناير وتغيير المسار وتصويب ثورة التغيير في 30 من يونيو 2013. يا مصري بعد نجاح الثورة الشعبية كان جني الثمار وإكمال خارطة الطريق عبر الانتخابات، ولم تشأ الموسيقى التصويرية تترك المصريين لتحثهم على التصويت في الانتخابات. ببشرة خير قوم نادع صعيدي وبناخوك البورسعيدي والشباب الاسكندراني لما دي لما ترجال. الموسيقى جسدت ثورتي 25 من يناير والثلاثين من يونيو وحال المصريين خلالهما، فضلا عن إضافة بعد آخر للمشهد، ورافقتهم في أحداث لم تكن تخطر على بالهم لتؤرخها وتحفظها أبد الدهر في الذاكرة الفنية. والحكاية والقلم رأيت كل شيء وتعبت على الحقيقة، قابلت في الطريق عيون كتير بريء، عرب بشر عرفوني لا ما عرفوني جبلوني بنبقي جيدي تطريقي.